موضوع الطحين أو الدقيق، وهو طبعا رغيف الخبز، بمعنى أنه رغيف الخبز، ونعرف أنه كان هناك عصات وكان هناك حالات ضيق وحالات حرج كثيرة مر بها رغيف الخبز منذ بدء الأزمة في سوريا وحتى اليوم. الشعب السوري شعب جبار، شعب صابر، شعب صامد، ليس بحاجة إلى أي أشعار وإلى أي أقوال وإلى أي شعارات، ولكن ما مر علينا في رغيف الخبز لوحده منذ بداية الأزمة وحتى اليوم يقول أنه هذا الشعب بالفعل هو شعب يعني جبار. الصبر، يعني خلق الصبر للسوريين حتى نقول للعالم كله أنه كيف كل أشكال الحصار وأشكال الضيق التي مورست على هذا البلد اليوم تمثلت برغيف الخبز، وما زال المواطن يقول ماشي الحال، الحمد لله ماشي الحال. بالظرف الحالي الذي نحن فيه دائما كنا نسأل أين أصبح رغيف الخبز، وين صرنا بالتحديد بموضوع الطحن، طحن الدقيق، وأين نحن اليوم من هذا الواقع. ضيفي في الاستوديو المهندس مصعب الساروت، مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للحبوب، أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. دمجت المؤسسات الثلاث اللي هي الشركة العامة للمطاحن، الشركة العامة للمطاحن، الشركة العامة للصوامع، الشركة العامة والمؤسسة العامة للحبوب، كلهم صاروا السورية للحبوب بالقانون رقم 11 لعام 2019. نعم. وحضرتك الآن يعني مدير فرع دمشق، ولكن هي أكبر من دمشق. دمشق قريب دمشق. نحن عم نحكي عن عدة محافظات اليوم. محافظة. أنتم تقومون بالعمل بخصوصها. شو واقعنا اليوم بالدقيق؟ واقع الدقيق، أولا فرع دمشق للمؤسسة السورية للحبوب يحتوي على 9 مطاحن متفاوتة الطاقة الإنتاجية تتراوح من 100 طن إلى 425 طن طحن يومي، وفيها 6 مراكز شراء للأقماح ومركزين مؤقتين بالقنيطرة، وفي عنا صومعتين، صومعة قيد الإنجاز حاليا بعد أن نال منها الإرهاب وحررها الجيش العربي السوري في عدرا، وصومعة قيد التطوير وهي حاليا في الخدمة، صومعة السبيني بطاقة تخزينية 100,000 طن قمح. واقع المطاحن حاليا من فترة أكثر من 3 أشهر بتوجيه وعناية شديدة من السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، انتبه لموضوع الدقيق وموضوع الطاقات الطحنية اللي كانت مطاحننا تعاني الأمرين، موضوع الصيانات، موضوع ضعف الطاقة الطحنية، وباهتمام شخصي من سيادته وبتوجيه من السيد المدير العام ومتابعة يومية تم العمل على صيانة المطاحن ورفع الطاقات الطحنية فيها، والحمد لله انتقلت الطاقة الطحنية من طاقة يعني وسطيا كانت بين 1200 1300 طن قمح مطحون يومي. وسطيا امتى يعني؟ هي يعني خلينا نقول بالفترات اللي بالشهر الثامن وما قبل بال 2021. نعم. حاليا تتجاوز ال 2200 لل 2300 طن طحن يومي. نعم. وهذا حاجتنا بالمنطقة الجنوبية لنعمل اكتفاء ذاتي من الدقيق دون ورود أي دقيق من محافظات خارجية، شحن خارجي إلى مدينة دمشق وريفها والقنيطرة والسويدة. يعني أمورنا تمام بألف خير بعد ككميات. إجراء الصيانات ككميات. نعم. نحن بألف خير، توزيعنا كان على مدار الساعة قبل التوجيهات الكريمة من السيد الوزير، حاليا التوزيعات 1765 طن دقيق يوزع إلى 343 فرن في المحافظات المذكورة، يتم ينتهي قبل الساعة 6:00 الظهر. نعم. هذا حقيقة يدل ويعكس على وجود طاقة طحنية عالية قادرة تأمن هذا الدقيق. نعم. طيب بالواقع الحالي شلون عم توزعوا آلية التوزيع؟ ونعرف نحن اليوم في مشاكل حقيقية، ودائما نقول بهذا البرنامج وبغيره من كل حواراتنا، والواقع اليوم اللي عم نعيشه أزمة سورية اليوم، الأزمة الأولى والكبرى هي أزمة الطاقة، يعني كهرباء ومحروقات. هاي الأزمة اللي عم تجر كل شيء، أزمات اليوم موجودة اليوم بسوريا هي بسبب أنه من يحتل منابع طاقتنا ومن يمنع عن سوريا وعن مواطني سوريا. تمام. المحروقات، واقع المحروقات أكيد مأثر اليوم على عملية التوزيع. على عملية التوزيع نحن عنا 99 آلية بفرع دمشق، 99 آلية نحن مجندينها كاملة
لتوزيع الدقيق إلى الأفراد. هلأ في عنا المعتمدين اللي منوزع فيهم للأفران الخاصة بريف دمشق، هناك معتمدين هني بينقلوا المادة على حسابهم، هني بيأمنوا بسياراتي. أما أفران الآلية والاحتياطية بالمحافظات الأربعة مع الأفران الخاصة بمدينة دمشق، نحن مسؤولين عن توصيل الدقيق لها. عمليا مؤمن المحروقات من قبل محروقات دمشق وريفة وباقي المحافظات لسياراتنا، لأن الدقيق مادة هامة جدا إيصالها. يعني حقيقة إذا في عندنا سيارة واقفة على كازية ما تتأخر نهائيا بأمن المازوت، يعني أولوية مطلقة. بالنسبة لتأمين الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية جميع مطاحننا معفاة من التقنين، لها خط مستقل. لك هناك يحدث أحيانا انقطاعات رفات كهربائية لحظية يتم تداركها، ما عندنا أي مشكلة فيها. نعم، هلأ عم نشوف يعني بنشوف نحن بعض الآلات في خطورة. شوف كيف عم مد إيده مثلا، يعني في خطورة للعمل. خطورة هائلة جدا. شلون؟ خطورة هائلة جدا. نعم. نحن عمالنا الأوفياء. أيوة. نحن خلينا نتقدم بالشكر الجزيل. نعم. لجميع عمال المؤسسة السورية للحبوب، وأخص بالشكر. نعم. عمال فرع دمشق، لأن جنود وأبطال حقيقيين، ناس لا يمكن أنا مهما حكيت أني أكفيهم حقي من العمل، جهد وتعب هائل. نعم. خطورة هائلة، ناس لا يمكن تتخيل مدى والتعب اللي عم يقوموا. نعم. فيه لتأمين الدقيق. نعم. ظروف عمل قاسية جدا. أشغال شاقة، قلة الكادر العمالي ناجم عن التقدم بالسن وخروج ناس التقاعد. نعم. الحصار، هلا دائما بنقول نحن الحصار مشان نعلق شماعتنا على الحصار، الحصار هو حقيقة. مطاحننا معظمها ألماني، معظمها أوروبي، قطع بديلة ما في. طيب الصيانة كيف نحن بدنا نعملها؟ الصيانة كوادرنا فقط، كوادر وطنية. وشو يعني؟ يعني كما يقال بالمنطق السوق ومنطق العمل بفرنقات، يعني أقل من فرنقات. نعم. يعني إذا بدك تقارن على العملة الصعبة، نحن عم نشتغل بفرنقات. نعم. كصيانة. والحمد لله عم تتم الصيانة، وما في عندنا تأجيل للصيانة حاليا بتوجيه من السيد الوزير، بعد وزير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. نعم. بتوجيه ورعاية شخصية منه، وقام بزيارة المطاحن واطلع على الواقع على الأرض، كان موجود على الأرض وشاف. نعم. الواقع، وأوعز بسرعة قصوى بإصلاح وصيانة المطاحن وإعادة تأهيلها من جديد ورفع الطاقات الطحنية، وهذا ما تم. نعم. تم بسرعة، خلينا نقول سرعة قياسية. خلال أقل من شهر ونص، حاليا من شهر ونص وهالحل، نحن صرنا عم نشتغل على المواصفات الطحنية، يعني يكون الدقيق بأعلى وأدق المواصفات، يعني ما يضاهي اللي يعني خلينا نقول يعني نحن دقيقنا تمويلي. نعم. يضاهي أكثر من، يعني ما بقى الموضوع هو تمشي حال مثل ما بنشتغل بظروف الضغط انه يلا اشتغل كيف ما كان، المهم. لكن اللي بيتعلق على صدر الوسام هو العامل اللي عم يشتغل. نعم. وراء الآلة، هذا اللي نحن عم نشاركه بعملنا، نحن موجودين معه دائما. نعم. على أرض العمل. نعم. أستاذ نزار، إذا دخلت على مطحنة ما بتعرف تميز العامل من مدير المطحنة. نعم. الكل يعملون معا بإيد وحدة. نعم. الحقيقة يعني تستحقون الإشادة بهالموضوع. أسمع المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين. أستاذ عبد اللطيف، طبعا أخونا الأستاذ مصعب بحكم أنه هو مدير في المنطقة الجنوبية أو مطاحن دمشق، وجه تحية خاصة لعماله، ولكن الحقيقة أنه التحية هي أعم وأشمل لكل عمال المطاحن في سوريا. شفنا صور العمال وهم بهذا الوضع الصعب، يعني لا تكاد تميز بين شعره وبين حواجبه وبين رموشه للعامل، وما بين الظروف الصعبة جدا والقاسية التي يعمل بها. ونقول دائما بهذه الحالة، هل هذا العامل هو عم يشتغل مشان 70-80 ألف ليرة ولا 100 ألف ليرة اللي عم نعطيها بآخر الشهر؟ بالتأكيد لا. هذا وغيره من العمال، يعني نحن لسنا بصدد موضوع أنه بيع الشعارات والوطنيات ونصفق لهم ونبيعهم كلام، ولكن هناك حقيقة اليوم لولا هذا الجهد الكبير من هذه الطبقة العاملة من عمال المطاحن وغيرهم، ما كنا نحن اليوم بهذا الوضع، وما كانت سوريا استطاعت بالفعل أن تمضي بهذا الشيء. ونحن اليوم
بكل يعني نحن مدينون بشكل كامل لهؤلاء العمال الأنقياء الأقوياء الفقراء الصابرين، وطبعا بكل هذه المناحي. تأمين الحبوب اليوم كيف تسعون إليه؟ ونعرف نحن كيف كان الموسم السابق، ما كان في موسم، وممارسات قسد وغيره من والأتراك وغيره والأميركان وغيره أيضا من كل القوى الطاغية والباغية، كيف عم تعملوا بتأمين الواقع اليوم؟ مساء الخير أستاذ نزار، أهلا إلى وسهلا. ضيفك الكريم وللأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا، تفضل. طبعا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالمؤسسة السورية للحبوب تسعى دائما لعدم نقص مادة الخبز التي تعتبر المادة الاستراتيجية الأولى في إنتاج الخبز. كان الموسم المنصرم متواضع بالكمية، فقد دأبت المؤسسة بتوجيه من السيد الوزير بتأمين الكميات من أجل عدم انقطاع رغيف الخبز في المائدة السورية، حيث سعت إلى إبرام عقود خارجية مع دول البحر الأسود لتأمين كمية 1,000,000 طن قمح كافي لموسم 2022. حتى غاية موسم 2022 الكميات التي تم التعاقد عليها مع دول البحر الأسود روسيا ورومانيا وأوكرانيا إلى ما هنالك، حيث بدأت تصل هذه الشحنات تباعا إلى رفاعي اللاذقية وطرطوس. والآن وأنا أتحدث معك يوجد 8 بواخر موجودة حاليا، 5 بواخر منها في مرفأ طرطوس و3 في مرفأ اللاذقية. نعم. يتم تفريغ هذه الحمولات إلى الداخل ليصار إلى طحنها وتقديمها إلى المخابز، وهذا كله واجب وطني وليس منة على أحد. جهود كبيرة تبذل في الظل من أجل تأمين هذه المادة الاستراتيجية الهامة. نعم طبعا هو الموضوع أنه هو كل فترة كان يكون في صعوبات، اليوم الأمور محلولة يعني على بهذا الكلام أنه نحن التوريدات اليوم كافية وأمور الطحن تسير بشكل جيد، بمعنى ما في مشكلة اليوم عنا بتوفير الطحين. أكيد أستاذ نزار. نعم المادة موجودة، كنا نعاني سابقا من صعوبة توفر هذه المادة. طبعا هذه العقود بدأت ترى النور منذ فترة 15 يوم، وتم وصول الشحنات كما ذكرت لك، وهناك جهود كبيرة جدا تبذل من قبل عمالنا في طحن هذه المادة وتقديمها إلى المخابز بشكل يومي، ولا يوجد مخبز لا يحصل على مخصصاته من مادة الدقيق. طيب نقطة أخيرة، حضرتك قلت أنه هذه الجهود تتم بالظل، نحن حقيقة لا نريد لها أن تكون بالظل، نريد أن تكون هناك مسلط الضوء على هذا العمل، هذا الإنجاز، على الدور الكبير وعلى التضحيات التي يقوم بها هؤلاء العمال. ولكن بنفس الوقت نقول العامل أخي بده حوافز، يعني شوي لحتى بس يعني يحس أنه ما بس نحن عم نقول له الله يعطيك العافية وكلام بكلام، يكون في شيء ملموس، شيء دعم مادي ملموس للعمال. طبعا استاذ نزار العامل كل ما هو متاح لاعطائه اياه يتم الحصول عليه. مثلا هناك ساعات من العمل الاضافي يتم صرفها عامل، هناك مكافآت وان كانت متواضعه، طبعا الجود بالموجود كما يقال. الحوافز الان هناك دراسه يقوم بها السيد وزير شخصيا من اجل ربط الحوافز بالانتاج. نعم. حيث المطحنة التي تقوم بإنتاج كميتها المخصصة لها يمكن أن تكون حوافزها أكبر من المطحنة التي يكون فيها تقصير. فطبعا هناك دراسات مستمرة من أجل رفع الحافز الإنتاجي للعامل ورفع قيمة كل التعويضات الممكنة. وهناك شيء خارج إرادة المؤسسة طبعا يتم دراسته الآن في رئاسة الوزراء مثلا أو في وزارة المالية من أجل رفع تعويضات. شكرا للمهندس عبد اللطيف الأمين مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، شكرا لك. أستاذ مصعب، نسمع من الكثير من الناس أنه بيقولوا والله بننصحك بالخبز تبع المخبز الفلاني، لا تروح على المخبز الفلاني. وعند السؤال عن السبب بيقول لك والله الطحين اللي عم يجينا مثلا الطحين سيء، بينما الفلان المخبز الفلاني بيجي طحين جيد. في هيك شيء يعني؟ قال يعني أنه إذا كانت آلية الطحن واحدة والطحنات واحدة والتوزيع واحد. خلينا نكون شفافين. هلا هو إرث بمخ الفراني قديم، حق إن كان، حق إن كان، كان في تفاوت بالدقيق نوعية القمح الوارد نفسه
على جميع المطاحن. ولكن خلينا نرجع نحكي انه اكثر من 3 اشهر او 4 اشهر لورا كان في مطحنه يكون انتاجها افضل، يعني يمكن ما بدها صيانه مثل مطحنه اخرى. نعم. حاليا بعد ما تمت عمليه صيانه المطاحن تم العمل مباشره على رفع السويه نفسها لجميع المطاحن بالمواصفات. وهلق فينا نحن نسال كل الأفران عبيجية على الأقل، ما في فرن إلا من 3 مطاحن مختلفة، ما منخلي فرن ياخذ من إنتاج مطحنة واحدة. نعم. دائما نحن منشكلين، وبتلاقي دائما أنه هلق حاليا السوية واحدة في جميع الدقيق يلتقى كم مطحنة، لسه ما انتهينا من عملية صيانة المناخل وحجار السلندر للمكنات الطحن، وبالتالي مشان تكون المواصفة أدق. فوقت عم نبعث له من هذه المطحنة اللي بتكون مواصفاتها أقل، عم نبعث له من مطحنة تانية لنفس الفرن مشان يعمل عملية الخلطة بالعجنة، ولكن خلال فترة وجيزة جدا لا تتعدى أيام. هي مضى المطحنة يعني أقل مواصفاتها تكون أقل من غيرها، ولكن من هون لنهاية السنة جميع المواصفات واحدة بالمطلق، لأنه المدخول واحد، صيانة واحدة للجميع، المواصفات واحدة. هذه ما في نهائيا أي خيار وفقوس ما عنا، يعني ما بيصير. ثاني شيء مو معقولة أحيانا بيكون فرن قريب على مطحنة، ما في يبعث له. هلا كنا عم نحكي على حوامل الطاقة، يعني يبعث له من المطحنة أقرب من إنه يبعث له من مطحنة بعيدة عنه مثلا 50 أو 60 كيلومتر. ورغم كل هذا مشان ما يصير أي إشكالية، لا منخلط للكل. نعم. طيب بشكل عام يعني اليوم الإجراءات المتخذة اللي بنقول نحن مثلا بين فترة وفترة عم يكون في عنا شيء مختلف، يعني حضرتك قلت أنه اليوم أنه الإنتاج هو تقريبا متساوي بعض الصيانات، ولكن حتى بعد إجراء الصيانة هل تتساوى المطاحن؟ أنه مطحنة حديثة مثلا عمرها طبعاً سنتين أو ثلاثة مع مطحنة عمرها 40 طبعاً سنة؟ طبعا هلق نحن خلينا نقول الصيانة مو أنه عملنا نحن صيانة لمرة واحدة وانتهت. نحن عملنا 24 على 24 على مدار الساعة، على مدار الأسبوع، لا توقف. نحن لا توقف، وبالتالي الصيانة مستمرة ودائمة. نحن لازم أهم عمل بالصيانة اللي عم نقوم فيه حاليا هو أن العطل اللي بيصير إصلاحه فوري مهما كلف الأمر، ما منأجله لبعدين. التأجيل عم يعمل تراكم، عم يعمل خلل أكبر. نحن اللي عم نشتغله أكيد مطحنة، الحمد لله رب العالمين انه في مطاحن عمرها 40 سنه لحد الان قائمه وعم تنتج بجهود هالعمال الابطال الموجودين اللي عم يقدروا يحافظوا على اله عمرها اكثر من 40 سنه وتنتج. اكيد العمل بهيك مطحنه ما راح يكون بنفس صعوبه العمل بمطحنه الحديثه عندنا عمرها 25 سنه. نعم. الحديثه عندنا عمرها 25 سنه. فالحمد لله رب العالمين، الجهود هي العامل البشري المضني مضني جدا، هن اللي عم يقوموا بالصيانه الفوريه والدائمه للمطاحن. حاليا نحن في عندنا خطوات بالعمل. اول خطوه هي النهوض من حاله الركود اللي كنا فيها. تم عمليه النهوض، خلينا نسميها صيانه اسعافيه، تمت. نعم. وتمت بنجاح. نعم. رفع الطاقات الطحنيه بالصيانه الاسعافيه. نعم. طيب. حاليا المرحله الاخرى هي عمليه تحديث المواصفات، رفع المواصفات. رفع نعم. المواصفات يعني صيانة كمان. نعم. هلا كل المطاحن تعمل من اجل الخبز التمويني. التمويني طبعا، يعني مواصفات 80% نسبه الاستخراج. نعم. يعني ما بتقدر المطاحن، كل هذه المطاحن الموجوده في سوريا، ان تعمل بالنظام التجاري، بمعنى انه ننتج اكثر من نخب، وشيء تمويني وشيء مثلا تجاري ليكون مثلا لينباع بمواصفات. طبعا لك نحن الهم الاساسي هو تامين الخبز للمواطنين الدقيق للافران، وبالتالي الافران المسؤوله تامين الخبز للمواطنين. نحن عم انتاجنا يكفي لتامين الدقيق للافران، وبالتالي المواصفات التموينيه وقت اللي بينطلب منا شيء ثاني بيصير بده تعديل بالمناخل والى اخره. نعم. الافران السياحيه لا علاقه لنا بالافران السياحيه. الدقيق تبعها هو تجاري، استخراجه زيرو. نعم. من 70% او اقل. ينتج في سوريا؟ ينتج بمطاحن خاصه. نعم. مستقله غير متعاقده مع المؤسسه السوريه. نعم. للحبوب. نعم.
طب من وين بيجيبوا موادهم للحبوب؟ هلا قلنا لهم علاقات تجار ان بيجيبوا قمح عن طريق البحر، ما يعني بقصد انه كل موادهم هي مستورده من الخارج طبعا، بمعنى انه القمح المنتج في سوريا يسلم كاملا للحبوب والحبوب بتطحنوا بمطاحن الدوله. نحن بنطحنوا بمطاحن الدوله، هلا هذا هو الرتم العام. نعم نعم نعم. كنا نحاول الاتصال بأحد مستثمري المطاحن الخاصة، ولكن يعني خطه لا يجيب أو خارج التغطية، فكنا بنتمنى مشان نسمع شو ممكن يكون مثلا في دور. يعني طبعا هلا الموضوع الكهرباء هلا كمان، حتى بموضوع الاتصالات اليوم هلا صرت أي شخص تتصل فيه 10 مرات السبب شو؟ إنه والله ما في كهرباء، تعرف توقيته بالكهرباء. نعم بالحارة اللي هو فيها. نعم طيب، الحديث اليوم عن موضوع الحوافز أجاب عليه قبل قليل السيد المدير العام. دائما العامل، وكنا نشتكي دائما أنه نحن بائعو كلام بشكل عام. يا أخي العامل أكيد في شيء معنوي حلو، حلو المعنوي طبعا، حلو الدفع المعنوي، حلو تقول الله يعطيك العافية، حلو تقدره، حلو أنه يشوف مديره موجود معه، حلو أنه يشوف مدير العام موجود أيضا معه، حلو انه يشوف احيانا حتى الوزير يقوم بجولات ايضا موجود معه كمان موجود. بس كل ذلك ان لم يترافق مع تعويض مادي ولا شيء. الحقيقة نحن كطبيعتنا وابناء بلدنا كلاتنا نحن عندنا شقين اساسيين. نحن الشق المعنوي في احيان بيقول لك لا قيل ولا الطعم. صدقا عمالنا بالنسبه نحن ايد وحده، يعني بتلاقي السيد الوزير موجود معي باي وقت، السيد المدير العام نحن متواجدين معين. هلا شفت، انا شفت انا في بعض اللقطات اللي بعثوا لنا اياها بعض الناس، يعني انه حضرتك يعني بلباس العمل وحامل بايدك الكريك وعم يعني عم تشتغل، يعني عم تشتغل، يعني مانك عامل مدير وعم تروح بالطقم، عم تروح بالطقم والجرافي لحتى تحسن من اي عامل موجود. نعم. انا عامل بالاخير، لا تعنيني الشهاده ولا المنصب، عند وقت اللي بدك تشوف عامل عم يشتغل. انت وقت بتشوف مديرك العام موجود معي، سيد الوزير بلباس ميداني وموجود بين العمال، لا ينفض عنه غبار الطحين، بيقول هذا شرف لي. نعم. يعني بدك تكون هذه الروح المعنوية موجودة. بالنسبة للتعويضات المالية، سيد الوزير من خلال جولاته وجه وبشكل فوري لإنشاء دراسة حوافز جديدة. هون عم نشوف نحن بعض الصور طبعا اللي مطحنة الناصرية مع أخواننا مدير المطحن ورئيس قسم نعم. الطحن. نعم يعني حتى يعني يعني ما بتقدر تميز بين مدير المطحنة وبين بين العمال. لا يجب. إيه يعني 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 الناس عم تشتغل، عم تشتغل على أرض الواقع. الحمد لله، يعني هذه هي الروح المعنوية اللي نحن بنحكي فيها. نعم. لا يوجد بالمواقع الإنتاجية مدير، لا تقاد المواقع الإنتاجية من وراء المكاتب. لا يوجد. هذا اسمه صار التنظير. يعني بدك تكون على الأرض، غير على الأرض لا يمشي. بالنسبة للتعويضات المالية وجه السيد الوزير خصوصا بعد زيارته الأخيرة المجولة على معظم المطاحن، وجه سيادته بدراسة نظام جديد للحوافز يرتبط بتخفيض كلفة الإنتاج، مما ينعكس بحوافز مجزية على الإخوة العمال. وإن شاء الله قيد الدراسة وسريع جدا، وبإذن الله يبصر النور قريبا. نعم. بالنسبة للتعويضات الأخرى، عملت عنا المؤسسة التأمين الصحي، كان تأمين شامل. نعم. نوعا ما، وارتفعت في قيمة العمليات الجراحية مع شركة يمكن إنبان على ما أعتقد. بالنسبة للحوافز كانت بالسابق 3500 كسقف شهرية، حاليا وصلت لحدود 7500. نعم. طبيعة العمل قيد الدراسة حاليا لرفع، لأنه طبيعة العمل والله. نعم. قليلة. طيب هلا وين تنتهي مهامكم وتبدأ مهام المخابز؟ تنتهي مهامنا عند خروج الدقيق من مطاحننا إلى المخابز. يعني على المخبز بشو بيروح؟ بسيارات مين؟ بسيارات مخبز ولا بسياراتنا؟ سياراتنا تنتهي مهمتنا عند انزال الدقيق بالمخبز. نعم. بسيارات المعتمدين الريف، ريف دمشق، تنتهي عند خروج سيارة المعتمد من باب المطحن. نعم. يعني موضوع مراقبته، موضوع التهريب، موضوع انه طلع من هون راح من هون، بس مسؤوليتكم ولا مسؤوليتكم؟ هلق موضوع التهريب الدقيق هو موضوع شائك. نحن لا منقول في تهريب، لا منقول ما في تهريب. لذلك في عندنا دوريات تموين متابعة الموضوع على مدار الساعة. هي أول شغلة. الشغلة الثانية، هلق كله معلق ببعضه. نحن وقت ارتفعت الطاقة الطحنية صار عندك طحين كافي إنك تحقق توزيعه خلال أوقات الدوام الرسمي. هذا ونهاري خفف كتير
من انه يكون في بالليل ويطلع سيارات طحين، بتعرف هي اول نقطه. النقطه الثانيه في مشروع ابصر النور، هذا حقيقه قام فيه السيد الوزير من فتره قريبه، هي موضوع ادخالات واخراجات الدقيق عن طريق القارئه الموجوده بالفرن. صار من يعني خلينا نقول من الصعوبة، من الصعوبة البالغة جدا. نعم. تهريب الدقيق. لأنه أنا بعثت لك طن 20 كيس لعندك على الفرن، أنت بدك تدخلين 20، خلاص بدخلتين بدي بعدين نلقوني، ما بعرف أنا كيف الإخراجات. نعم. بالخبز. هاي من اختصاص إخوتنا. نعم. بفروعة المخابز. بس يعني الدقيق أنا شو استلمت؟ ما في قول ما استلمت. وإذا ما استلم وأنا طالع من عندي واحد منا أخده، يعني في حدا منا اخر. نعم. شكرك جزيل الشكر. الله يديمك واهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا لك على راسي على راسي. مدير فرع دمشق المؤسسه السوريه للحبوب. شكرا لك. شكرا لك.